وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بملف الصيادين المتضررين وحرصه على تعويضهم وعدم المساس بمصدر أرزاقهم يأتي تجسيدا للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقا أصيلا من حقوق المواطنين. تأتي توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه بتقديم المساعدة والدعم المادي لهذه الفئة المتضررة من الصيادين ومرافقيهم في المياه الإقليمية للبحرين بعد تعرضهم لانتهاكات حقوقهم المعيشية والأمنية. تأتي انعكاسا كبيرا للالتزام قمة الهرم بمبادئ حقوق الإنسان، تأتي التزاما من ربان السفينة سيدي جلالة الملك. ودائما ما نقول أن احترام حقوق الإنسان تأتي أصيلة من أعلى الهرم، فيأتي هذا الانعكاس تعزيز للحماية والدعم والمساعدة التي هي من أهم مقومات المعادلة الحقوقية الناتجة عن اهتمام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني بصفة عامة. جلالة الملك الله يحفظه توجيهات الإنسانية وضع الصيادين في صلب اهتمامه الإنساني، لأنه ساعدهم لتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية والمعيشية، ورأينا فرحتهم معبرين عنها في هذا التقرير السابق. اهتمامه شملهم بأهم مبادئ حقوق الإنسان